ودلوقتي خلينا نروح نصبح على دينا شرف ونتعرف منها على أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات، وكمان نعرف إجابتها عن سؤال النهاردة. دينا صباح الفل عليك. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا شاذلي، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. هو انت لازم للحركة يا دينا أصلا. هو ينفع يوم واحد يعني؟ هي لازم يوم، ما ينفعش أسبوع؟ ينفع. هتعرفي تاخدي أجازة؟ حاول خليكي تتوسطي لي في اجازه. بس انا بجد يمكن زرت اماكن كتير قوي في مصر، لكن من الحاجات اللي ما زرتهاش خالص وبتمنى ان انا اروحها هي منطقه الواحات البحريه، يعني الدخله والخارجه والفرافره وسيوه. انا نفسي اعيش الجو ده والاجواء دي. وباريس بالمره. ممكن. لا يعني هي بصراحه فعلا لما بقرا عنها كلام كتير وبشوف فيديوهات ببقى مشتاقه جدا ان انا اروح. مش اي حد يرضى يروح معاك رحله زي دي، يعني انت عايز مجموعه معينه تكون نفس الدماغ فعلا زي ما انت بتقول، مجموعه من الاصدقاء اللي يكون ليها نفس الاهواء. لكن انت لما تتخيل كده نفسك في مكان ما فيهوش الا جو نقي جدا، مفيش اي ضوضاء، مديتيشن زي ما بنقول كده، مفيش موبايلات، مفيش كلاكسات عربيات زي ما شاذلي بيقول، بل بالعكس انا ممكن اقدر هناك اعمل انواع سياحه مختلفه جدا، واهمها كمان السياحه العلاجيه من خلال المياه وعيون المياه الكبريتيه اللي هناك، اللي هي بتعالج امراض كتيره جدا زي الروماتويد والروماتيزم وحاجات كتير قوي كلنا بنعاني منها. السفاري، ان انا ممكن كمان في الصحراء البيضاء والصحراء السوداء هناك. لكن انا لما بشوف الحاجات دي بصراحه ببقى يعني نفسي قوي قوي اروح اقضي هناك اسبوع كده، طبعا مش في الجو الحر اللي احنا فيه ده، هي عايزه في وقت الشتاء. لكن دي من الحاجات اللي بتمنى ان انا اروحها في مصر، وان شاء الله باذن الله احقق ده في الشتاء اللي جاي.